بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل فيديو مختلف عن اللي انا بعمله. النهارده جاي اهني الاهلي علشان هو كسب في الكاس امبارح. دلوقتي الاهلي بيتعب على نفسه جدا، وهو نادي يستاهل. الزمالك قصاده ما بياخدش ولا بيدي. دلوقتي يا حبايبي جاي بهنيه واقول لكل الاهلاويه مبروك، وتستاهلوا تستاهلوا كل خير. والزملكاويه بقى ما تزعلوش، دايما كده منهزمين من قدام الاهلي والاهلي منتصر. تشجيع بقى للاهلي، وكل الاهلاويه يعملوا لايكات ويتفرجوا على الفيديو، ويا رب يا رب كده الاهلي دايما متقدم وكل البطولات. انا اهلاويه وجوزي اهلاوي، كل عيلتنا اهلاويه، فعشان كده من فرحة جوزي انا قلت لازم اعمل الفيديو ده. فادعموني بقى بيه وشجعوا الاهلي، وكل واحد اهلاوي يدخل يحط لايك وتعليق واشترك في القناة. يلا معايا.
على أرضه وبره أرضه، الأهلي بيكسب برضه، ولو يلعب في أي مكان جماهيره وراه بتسنده. الأهلي بيكسب برضه. الأهلي بيكسب برضه. أكلة عالية وحريفة وبيلعبوا كورة نظيفة، بيتنافسوا منافسة شريفة ولا على حاجة بيعترضوا. وهجومهم ما بيتصدش، ترقيص باصة في التانية بالشبكة وهم ينفردوا. الأهلي بيكسب برضه. الأهلي بيكسب برضه. دي كورتهم كورة تمتع، واللي بيجي بيتقطع، والتالتة شمال بتشجع بتشجع اللي صادهم يتخاف.
ارض الاستاد عالتواريخ والامجاد.